السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم غالي أسامي. اليوم إن شاء الله غندير واحد الكخيب مالحين كيجي لذاذ بواحد الحشوة بسيطة متوفرة في جميع البيوت. على بركة الله نبدأ المقادير. عندنا جوج كيسان ديال الدقيق الأبيض، جوج كيسان من الحليب، بيضتان، جوج بيضات، شوية الزبدة وفرماجة، ومعلقه صغيره ديال الملح. كناخذوا الخلاط الكهربائي، كنديروا فيه العناصر كامله وكنخلطوها. نبداو بالسوائل، نديروا البيض والاول، دائما في الخلاط كنديروا السوائل باش يدور لينا، حيت الا درنا النواشف ما كيدورش. نديروا الحليب، معلقه صغيره ديال الملحه، طريف ديال الزبده، اللي بغى يذوب الزبده يذوبها. انا درت طريف هكا، اللي بغى يذوبها يدير واحد 3 معالق كبار ديال الزبده دائبه. نديرو الطحين، الدقيق الابيض، نخلطو. من بعد ما خلطنا العناصر في الخلاط الكهربائي، كيوجد لنا خليط كيبحال هكا، ما هو خفيف ما هو ثقيل. على هذا الشكل هذا كناخذوا مقلات اللي ما كتلصقش، كندهنوها بشي شويه ديال الزيت، غير شي شويه ديال الزيت، ولا غير بكلينكس ولا صافي. كنبداو نطيبو الكريب ديالنا. من بعد ما كيطيبوا الكريب، كناخذوا واحد السويه فيكون ابيض ونحطوا فوق منهم الكريب باش ما يلصقوش لينا. ما نحطوش وحده فوق وحده كبحال البغرير، كنحطوا وحده وحده. كنستمروا في الطياب ديال الكريب. بالنسبه للكريب ملي كيطيبو من التحت، باش نعرفوهم راهم طابو من التحت، راه كيتهزو لينا من الجناب. غير تشوفوهم تهزو شي شويه من الجناب عرفوهم راه طابو، وكنقلبوهم يطيبو من التحت صافي، وراه كيوجدو لينا وسريعين دغيا كيوجدو. بالنسبه للحشوه ديالتو، كندير واحد الحشوه هي معتمده عندي في غالب الاحيان، لان فيها الخضر باش ياكلوا الوليدات لينا الخضره. كناخذوا اناء كنديروا فيه زيت المائده، كنزيدوا فيه بصيله، نشحروا ديك البصله في الزيت حتى تنزل لينا، ونزيدوا الخضر. عندنا قرعه كورجيت، كورجيت محكوكة في الحكاكة الرقيقة، الجزر حتى هو محكوك في الحكاكة الرقيقة، هاد الحشوة كتجي لذيذة لذيذة، وكندخلو فيها الخضر باش يتكالو لنا الخضر. كاين لي وليداتو مكيبغيوش ليه الخضر، كيبحال هكا ياكلوهم. كنبداو نخليو الخضره ديالتنا تشحر في ديك الزويته مع البصله،
من بعد ما تشحرت لينا الخضره ديالتنا ونزلات، كنزيدو دابا الكفته. انا درت هنا كفته تاع الدجاج، اللي بغى يدير الكفته ديال اللحم، اللي بغى يدير قطع الدجاج، كل واحد وشنو كيدير. نزيدو القزبر معدنوس، هي ديك الكفته راه فيها العطريه. نزيدو التوابل مليحه، تحميره، ده شويه البزار. نخليو الخليط ديالنا يطيب مزيان، ملي كيوجد كنحطوه في اناء يبرد باش نعمرو بيه الكريب. من بعد ما برد لينا بردات لينا الحشوه، صافي كنعمرو الكريب ديالنا. كنديرو فوق منهم الفرماج ساندويش اللي بغا، وكنلصقو بشويه الماء والدقيق باش يلصق لينا الكريب على هذا الشكل. هذا نعاودو نعمرو واحدة اخرى. كندير الحشوة، كندير فوق منها قطعة ديال الفرماج ساندويتش، صافي. كنجمعو الكريب ديالنا، كنلصقو بالقليل ديال الدقيق والماء. كنبقاو على الطريقه هذه حتى نكملوا الكريب ديالنا كاملين، كيوجدوا بهذا الشكل هذا. من بعد كنطيبوهم في بانيني، اولا اللي ما بغاش يطيبهم في بانيني كيدير تاخذ المقلات اللي ما كتلصقش، كدير فيها نقيطه ديال زيت المائده وكنحمروهم. اللي بغى يدير بانيني اسهل، كنطيبوهم في بانيني وكنقدموهم على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين غزالين. من الوصفات اللي كنديرهم في رمضان الكريم في الفطور. نقسم معكم وحيده، نشوف هاد اللي غتجي من الداخل. بصراحه هاد الكريب مالحين كيجيو لذاد رائعين، المذاق تحفه، وسيرتو كيوجدوا دغيا دغيا، كيوجدوا من الوصفات السريعه، كيجيو بهذا الشكل هذا من الداخل. نتمنى الكريب مالحين بهاد الحشوة البسيطة ينالوا الإعجاب ديالكم وتجربوهم إن شاء الله. وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.